السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في قناة غيزان أنوار. مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس القدام. اليوم بديت لكم هاد لا فيديو هنايا. انا من عشاق البخور البنات، وشكون اللي بحالي تقولها ليا؟ كنحمق على شي حاجه سميتها البخور. وهنا عندي بخور اماراتي، هذا زوين، وهذا توا البخور حتى هو ما معقلش على سميته. هذا مكان البنات، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وبقوا معايا حتى تشوفوا معايا اش غادي نطيبوا اليوم ان شاء الله. وانتم معايا ويلا معايا الكوزينه، شوفوا ان شاء الله اش غنقدم معاكم. هانتوما البنات، من بعد ما بديت معكم الفيديو بالبخور وسميتو، دابا جبتكم معايا الكوزينه باش تشوفوا واش غادي ندير لكم اليوم. غادي لكم واحد التحليه، هي الكنافه النابلسيه اللي معروفه عند الشام وسميتو. ها هي، دابا غنوريكم المقادير ان شاء الله. هنا هذه هي الكنافه، عندي 400 غرام، حيت غنديرها محشيه بالجبن والموزاريلا. هادو هما المقادير. بالنسبه للحشو غادي ندير جوج كيسان ديال الحليب وجوج معالق ديال مايزينا. هذا هو الحشو اللي غادي نديرو بها. وهنا للتزيين كاينه شويه ديال البيستاش مطحون على حسب اللي كيتواجد عندكم، حتى اللوز حتى الكركاع اللي بغيتو ولا غير الكوك. هنا كاينه لا ريكوتا، وهنا كاينه موزاريلا، هنا كاينه جوج معالق ديال السكر كلاصي اللي غادي نحلو بها ديك الشعريه. وهنا عندنا السيرو الشربات اللي تيقولوا ليهم، غادي ندير جوج كيسان ديال السكر وكاس ونص ديال الماء. هذا هو السيرو، ونص حامضه ولا القطرات ديال الحامض. وهذه الزبده من طبيعه الحال غندوبوها وغادي نخلطوا بها هذا الخليط، وما نساو شويه ديال الملحه، قرصه ديال الملحه البنات، باش تقاد لكم كلشي هاد التحليه هذه. وهذا مكان، دابا غادي ندوزوا ان شاء الله للطريقه كيفاش غنديروا ليها. هانتوما الشعريه ديال الكنافه ديالنا كي كتكون، دابا غادي نقطعها. المهم نقطعها شويه بشويه ولا المهم غتشوفوا الطريقه مزيان. ودابا غندير لها سكر كلاصي والزبده. هانتوما البنات، ها غادي نديروا شويه الزبده اللي ديجا ذوبناها، هانتوما. وغنديروا كما قلت لكم جوج معالق ديال السكر كلاصي. ومن بعد غادي نقسموا العجينه، غادي نقسمها، غندير واحد لابارتي هنايا، ها هي هاد لامول هذا اللي ديجا دايره ليه الزبده، حيت هي كتبغي الزبده بزاف هاد الكنافه. المهم انتم معايا ان شاء الله تنكمل كلشي الطريقه. انتم البنات، ها هي هذا البنات مايزينا والحليب، ودرت شويه دفاني، ودابا غندير فيها شويه ديال الجبن، ومن بعد نرميو ونخويوها كلشي في هاد الكنافه ديالنا باقا سخونه. هانتوما شكله مش موضوع بسيط، في غدر وفي حوارات، ده انا بسهر بالساعات، كل ده بيحصل اوام. حاسس ان كده ابتديت ابقى رومانسي وضعيف، ليه نومي بقى خفيف كنت لما بنام بنام. شكله مش موضوع بسيط، في غدر وفي حوارات. هذه مرصاري للبنات، ها هي نديرها حتى هي، ها هي هانتوما البنات. من بعد ما درت موزاريلا ودرت كلشي، دابا غادي نحاول نخبي هاد الكنافه، يعني ندير ليها الواجهه الثانيه. هانتوما حاولوا كلشي نخبيوها، راه هادي 400 غرام، 400 غرام راه غادي تكفيكم.
هانتوما. من بعد غادي نخشيوها في الفران اللي تحمر لينا في الفوق، ونوجدو السيرو ديالنا اللي قلت لكم، جوج كيسان ديال السكر وكاسونس ديال الماء. نحاولوا ديما نضغطوا عليها هكا البنات. ها انتم، ها هي، ها هي من بعد الكنافه ديالنا ما طاب، حتى حنا كنسقيوها البنات. المهم السيرو اللي قلت لكم، جوج كيسان ديال السكر وكاسوس ديال الماء وشويه ديال الحامض. ها انتم كي كتجي، من بعد غنزوقوها. ها هي البنات، ها هي الكنافه ديالنا، ها هي طابت. نتمنى تعجبكم البنات وجربوها، كتجي زوينه 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 بزاف. وسقيناها وزوقناها بالبيستاش كما كنقول لكم، اللي عندكم زوقوا به، ماشي ضروري الا عندكم حتى الكوك ولا اللوز زوقوا به. وهذا ما كان البنات، ودابا غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوه كي داير. ها هي البنات، من بعد ما قطعناها شوفوا داك الفرماج وداك ديك ريكوتا وديك بيشا هذيك ريكوتا وديك لاصوص ديال مايزينا والحليب ومرصاري حتى هي. شوفوا كي كتجي البنات، كتجي هائله، جربوها كما قلت لكم نتوما. نتمنى تعجبكم البنات، وغنقول لكم بسلامه عليكم الى فيديو لاحق ان شاء الله. سلامه.